بعد ما انتهى الرئيس الراحل أنور السادات من معركته الحربية والسياسية مع إسرائيل، بدأ في الالتفات للوضع الداخلي، وكان من أول قراراته سنة 1979 إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اللي كان أهم أهدافها إعادة توزيع السكان بخارج الشريط الضيق لوادي النيل، وخلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي، ومد محاور العمران للصحراء والمناطق النائية، ووقف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية. والنهاردة بعد 35 سنة من إنشائها، امتدت إدارة الهيئة لحوالي 23 مدينة جديدة تم إنشائها بالفعل، بيسكنها أكثر من 4 مليون مواطن، ومستهدف إنها ترتفع ل 44 مدينة عام 2017، وتستوعب حوالي 10 مليون مواطن مصري. تجربة المدن الجديدة زي ما كانت أهدافها كلها إيجابية، إلا إنها تعرضت لسلبيات كتير في التخطيط والتنفيذ، من أول تحديد المساحات المناسبة والآليات العادلة لتوزيع الشقق والأراضي، لغاية توفير الخدمات اللي تخلي المصريين يخوضوا تجربة الانتقال للمدن دي. ومع وجود تجارب ناجحة وخاصة المدن المحيطة بالقاهرة الكبرى، إلا إن تجارب تانية بعض المحافظات كانت غير موفقة، وكأنها بنت بدون تخطيط أو اتسابت للفساد والإهمال وسوء الإدارة. مساء الخير. النهاردة حلقة مسؤول على الهواء. المسؤول النهاردة اللي بيشرف لي ماسك حاجة مهمة جدا، مسؤول عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. يعني أي مواطن عايز قطعة أرض فضاء يبني عليها بيت ليه ولولاده، لازم يكون في مسؤول عندها ويجاوبه على أسئلته. اللي عاوز شقة في المدن الجديدة ياخدها إزاي؟ طب مشاكل الشقق اللي موجودة في المناطق النائية، خدماتها، مرافقها. خلينا ما نطولش في المقدمة، وخلوني أرحب بالمهندس كمال فهمي، نائب وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. أهلا بك يا أهلا فندم. كل سنة وأنت طيب. طيب صح، السلام الله. هتقضي شم النسيم فين؟ نقضيه في الشغل. في الشغل؟ إيه ده، هتشتغل حد واتنين؟ عندنا شغالين لحد إن شاء الله. طب مش هتعملوا حفلات في وزارة الإسكان للعاملين وكده، وبيض وفسيخ ولا؟ يعني هنحاول إن شاء الله. هتحاول. طيب، أول فقرة عندي اسمها القرار. عاوزين من حضرتك قرار او خبر سار للسادة المشاهدين. ان شاء الله باذن الله الخبر السار فيه هينزل باذن الله اعلان قريب جدا للاسكان الاجتماعي، اللي هي الشقق 63 متر لحد 70 متر، حوالي 20,000 وحدة سكنية في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. مدن إن شاء الله يعني باكورة الإنتاج، إحنا طبعا شغالين باستمرار، يعني إن شاء الله هتبقى في مدن العاشر من رمضان، مدينة السادات، مدينة أسيوط الجديدة. العاشر من رمضان، السادات، أسيوط الجديدة. أسيوط الجديدة، الثلاث مدن دول فيهم 20,000 شقة. فيهم مبدئيا 13,000، وبعدين في إعلان هينزل تاني في 15/5، يعني الإعلانات هتنزل تباعا. طيب الإعلان الجاي الشقة دي على طول هتعلنوا عنها إمتى؟ جاهزة في خلال أيام إن شاء الله. خلال أيام أول خبر، لو أنت ساكن في العاشر من رمضان أو عايز يبقى لك شقة في العاشر من رمضان والسادات وأسيوط الجديدة، في 13,000 شقة هيتعرضوا خلال كام يوم، وفي 15/5 في 7,000 شقة في هذه المدن. المساحة 63 متر. الأسعار يعني هناخدها إزاي؟ الأسعار هي بسعر التكلفة اللي احنا بنرسيه على المقاولين تقريبا، يعني في حدود الشقات في حدود 110,000، طبعا بتدفع مقدم وعلى اقساط وحاجه زي كده. يعني هيبقى في دفعه مقدمه بسيطه ولا عاليه؟ لا بسيطه ان شاء الله، هيبقى يعني الاعلان هيوضح فيه كل التفاصيل دي باذن الله. طيب سؤال
ليه 63 متر وانتوا بتبنوا في صحراء؟ لا، هو زي ما سيادتك عارف ان احنا بنخاطب فئة معينة، المساحات دي بتناسبها في بداية حياتها، وبعد كده في المستقبل لو هو شاف ان هو يقدر يجيب مساحة اكبر يبقى كان بها، لان احنا زي ما سيادتك عارف ان في مشكلة اسكان في البلد، فاحنا دي وسيلة من وسائل حل مشكلة الاسكان، ان احنا نبدأ بالفئة الاقل دخلا اللي هي محدودة الدخل علشان نوفر لها السكن المناسب في الوقت المناسب. هي بس الفكرة ان بعد 10 سنين لما بيتجوز ويخلف هذا الشاب وهو مراته الاسعار هتزيد بتاعت الشقق، مش هيقدر ياخدها. هم نوعين من الوحدات، نوع اوضتين وصاله ونوع ثلاثه وصاله. ثلاثه وصاله هتبقى مساحته اكبر شويه، مساحته اكبر شويه، اكبر 70 متر. طب ده يعني 80 متر صافي مثلا؟ لا، 70 صافي. 70 صافي، 63 7 متر يعملوا اوضه؟ لا مش 7 متر يعني، هي نقول 3 9 متر، 9 متر يعني يعملوا اوضه. اهم حاجه انكم تيسروها للناس وما يدخلش السماسره والحرامية، وانت عارف القصص دي لا سيادتك في الاعلان هتلاقي فيه شروط قوية جدا، لان دي معمولة بقانون واللي هيخالفه هيبقى فيه حساب قوي يعني. طيب ايه القرار السلبي اللي حضرتك تتمنى الغائه؟ هو فعلا كان في قرار سلبي وتم الغائه من حوالي 3 ايام او 4 ايام، كان في ترقية لحد من الاخوة الموظفين وندمت ان انا وقعت عليه والحمد لله اتلغى. لغيته؟ الحمد لله اتلغى. طب ايه القرار اللي هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده خدته في عهد حضرتك وشفت ان الاعلام ما ركزش عليه كويس؟ لا، هو في حاجات كتير الحمد لله احنا بنقوم بيها والاعلام ما يتطرقش ليها. زي ايه؟ زي سيادتك مثلا موضوع المواصلات اللي داخل المدن الجديدة، الناس كلها بتشتكي تقول ما فيش مواصلات وكده، لكن احنا مركزين عليها تركيز قوي جدا في الفترة اللي فاتت دي بالذات، لان احنا يعني اهم شيء ان يجيب المواطن لهذه المدن وبالذات في المناطق النائية الوسيلة المواصلات، انها تربطه بعمله او مكان اقامته الاولانية او اي مصلحة من المصالح. فالحمد لله احنا اشتغلنا على 3 محاور في هذه الجزئية، ان احنا ان شاء الله هنكون شركه للنقل داخل هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، تبقى تبع هيئه المجتمعات علشان ما نلجاش لحد اخر. رقم 2، تفويضات لمجلس او صلاحيات لمجالس الامناء ان هي تتعاقد بالامر المباشر مع شركات القطاع الخاص او القطاع العام، ان هي تنقل المواطنين من المدينه الام للمدينه الجديده، وكذلك النقل الداخلي. فالمحورين دول رئيسيين، ده يحلوا مشاكل كتيرة. والمحور الثالث ان احنا خطبنا السادة المحافظين التابعة لهم المدن الجديدة ان هم يفوضوا هيئة المجتمعات العمرانية ان تتعاقد مباشرة او تعمل اعلان داخلي ان هي تنقل من المدن للمدن الام، المدن الجديدة للمدن الام. اخر سؤال في فقرة القرار، ايه القرار اللي حضرتك عاوز الحكومة تساعدك فيه؟ القرار اللي انا عاوز الحكومه تساعدني فيه ان هي الخدمات اللي انا بنشئها داخل المدن الجديده زي المستشفيات، زي المراكز الثقافيه، زي اي نوع من انواع الخدمات اللي انا بسلمه للجهه اللي هي اللي بتديره، سواء وزاره التربيه والتعليم او وزاره الصحه او وزاره الثقافه او وزاره التموين، ان هم يساعدونا في تشغيل هذه الجزئيه، لان احنا بنبني وبننشئ وبنسلم واحيانا بنفرش، يعني بنسلم الحاجات مفروش، فيساعدونا ان هم يستلموا هذه المنظومه علشان يديروها لخدمه المواطن. مهندس كمال فهمي، نائب وزير الاسكان لهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، مدن زي الشيخ زايد، اكتوبر، هل المدن زي دي قفلت خلاص مش هتطرحوا فيها شقق؟ لا، احنا مدينة الشيخ زايد يمكن المساحة بتاعتها محدودة وما اعتقدش ان هيبقى فيها شقق تاني. مدينة 6 اكتوبر الحمد لله في مساحات لسه موجودة، فاحنا بنخططها تباعا وبنوصل المرافق ليها، وان شاء الله هيبقى في اراضي جديدة. خلال قد ايه مثلا؟ يعني نقول اراضي جديدة، نقول مثلا في خلال 6 شهور اراضي جديدة تطرحوها للمواطنين. وشقق باذن الله، في شقق برضو اسكان اجتماعي قريب ان شاء الله هنبدا نطرحها وننزلها باذن الله. يبقى الخبر الاهم في فقرة القرار النهاردة على لسان نائب وزير الاسكان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في 20، في اول حاجة 13,000 شقة هيطرحوا في 3 مدن، العاشر من رمضان، السادات، واسيوط الجديدة. خلال ايام ممكن يكون على نهاية الاسبوع الجاي هيبدأ طرح هذه الوحدات.
حضراتكم اللي مستهدفين تاخدوا هذه الوحدات تروحوا تقدموا عليها، مساحتها في اوضتين وصاله وفي ثلاثه وصاله، و15 5 هيطرح 7000 شقه بهذه المساحات في هذه الثلاث مدن. ده خبر حلو، وارجو يكون ان هو يدخل عليكم الفرح والسعاده، واحنا داخلين على شم النسيم واحنا اتغمينا مع بعض بقصه الغلا والكوى، بس اي حاجه تفرح. نطلع فاصل وندخل على فقره العشرين سؤال.